التي طرحت حول فاجعة قنادل يعني والتي يعني ألمت بنا يعني كبلد، لم تكن بالحدث يعني سالم، يعني حدث مؤلم. اليوم السيد رئيس الحكومة جدد كما قلت ترحم على الضحايا من أخواتنا وإخوتنا، على دعاء العلي القدير بالصبر لأسرهم وبالشفاء العاجل للجرحى. كانت هناك تعليمات ملكية في الحين، تنقل كل من وزير الداخلية ووزير تجهيز النقل واللوجستيك والماء، وفتح تحقيق شامل. لا يمكن أن أتحدث عن النتائج لأن التحقيق ما زال جاريا. هناك الشق اللي مرتبط بالقضاء، وهناك أيضا شق مرتبط ما هو تقني. وكما قال السيد رئيس الحكومة اليوم، هذا التحقيق أولا تحديد الملابسات بدقة، ثانيا استخلاص الدروس ولهذا كاين بحث تقني معمق، وثالثا تحديد المسؤوليات لثلاث عناصر. سيقع الاستماع بشكل واسع، لهذا ما أشارت إليه السادة فيما يهم تقرير المجلس على الحسابات، وأيضا من المرجعيات التي ستكون في العملية ديال البحث، لأنه بالنسبة إلينا ما يهم هذه القضية هي ليست فقط قضية المكتب الوطني، هي قضية المغاربة وما سقط فيها من ضحايا. هذه واحد الأمر اللي نحن معبئين جميعا، كما قلت معرفة الملابسات، بحث تقني معمق، وتحديد المسؤوليات. التحقيق عندما يأخذ مساره القضائي، وكما شهدنا في واحد العدد من الفات يمكن العودة لنجد أن النيابة العامة كانت تعلن عن النتائج المرتبطة بعدد من التحقيقات التي تشرف عليها، وهذا الأمر كان حرص كبير على تتبع هذا الموضوع والوصول إلى نتائج محددة. ولهذا من السابق لأواني الحديث على أي قرار. الأسئلة التي طرحت الآن ينبغي انتظار نتائج ديال البحث والتحقيق، وكما قلت راه بحث معمق وشامل، وهنالك جهات متعددة منخرطة فيه، لأن فيه شق قضائي وفيه شق تقني. الحديث عن النتائج قبل نهايتها يعني يصعب. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.